صور مخالد سعد المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية الأسبق، مرحبا بكم سيادة العميد. إذن إثيوبيا أخطرت مصر والسودان بأن الملء الثاني قد بدأ بالفعل، ما الحل؟ أولا شكرا جزيلا، أنا سعيد أن أكون ضيفا في هذه الأمور المهمة جدا المتعلقة بأمن السودان وأمن مصر وأمن تقريبا كل الدول العربية التي تقودها مصر، فهي الدولة الأولى وهي الدولة الكبرى. عموما نعم، أعلنت إثيوبيا للأسف أعلنت أنها ستقوم الآن بملء السد، وأعتقد أن هنالك تباطؤا ملحوظا من قبل الدولتين مصر والسودان، من حيث الحشد الإعلامي، من حيث الحشد العسكري، من حيث العمل الدؤوب من أجل أن لا تتم هذه المرحلة. إثيوبيا الآن ليس هنالك ما يخيفها ولم ترى شيئا. نعم كانت هنالك بعض المظاهر العسكرية في السودان وبعض المظاهر العسكرية في مصر، وهنالك دورات أو مناورات سودانية مصرية هنا في السودان، ولكن كل ذلك ما كان يعني يمس أرض الواقع بصورة واضحة وسليمة، وبالتالي كانت إثيوبيا تشعر بأنها في مأمن بناء على اتفاق المبادئ الذي وقعته مع مصر والسودان في سنة 2015. وبالتالي يعني أنا ما أرى شيئا ملحوظا الآن أمامي أن إثيوبيا تتحرك بشجاعة وبثبات، وليس هنالك ما يخيفها، وليس هنالك. لماذا سيادة العميد؟ إعلام مكثف حتى مجرد. نعم، لماذا تتحرك إثيوبيا بثبات كما تقول؟ تتحرك بثبات نسبة، لأن يعني نحن في بداية الأمر قد تحركنا حركة إعلامية واضحة، تحدثنا فيها عن خطورة هذا الأمر، تحدث الفنيون الجيولوجيون الذين يعلمون يعني تماما خطورة هذا الأمر، ولكن التعبئة لم تكن كاملة، سواء كانت تعبئة عسكرية أو تعبئة اجتماعية أو تعبئة إعلامية، وبالتالي ليس هنالك يعني ما يخيف إثيوبيا. إثيوبيا الآن تتحرك، والمجتمع الدولي ليس واقفا مع مصر ولا مع السودان، المجتمع الدولي كثير من حتى الدول لا 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 تدري ما هذا التوقيت، ولا تدري ما هذا العمل، ولا تدري ما يجري الآن على الأرض، ولا تدري حتى المخاطر التي يمكن أن تحيق بمصر والسودان جراء هذا العمل. كل هذا قصور من العمل الإعلامي والاجتماعي في الدولتين مصر والسودان جعل إثيوبيا تتحرك، والأرض متاحة لها، أرض قاعدة صلبة، وحتى الآن لا أرى يعني حتى تحدثنا عن حشود عسكرية يمكن أن تحدث، تحدثنا عن مناورات يمكن أن تحدث في تلك المنطقة في منطقة بني شنغول أو في المناطق المداخمة للحدود السودانية الإثيوبية التي يعني يتفجر من خلالها النيل الأزرق، كل هذا لم يحدث. وبالتالي إثيوبيا تتحرك الآن على أرض صلبة، تتحرك الآن بشجاعة، تتحرك الآن بثبات نسبة، لأنها لا ترى مهددا، سواء كان حتى ولو كان مهددا أمنيا، كان حتى مهددا اجتماعيا أو إعلاميا، كل ذلك الآن على الأرض لا يوجد. وبالتالي إثيوبيا تتحرك الآن بشجاعة نسبة لأننا أصلا لم نتحرك. كارثة دكتور محمد. يعني الجملة الأخيرة من سيادة العميد الصوارمي، لأنها لم ترى تحركا في الأساس. إثيوبيا تتحدث ويعني تقوم بخطوات بقوة وثبات لأنها لم ترى طرفا يتحرك. في البداية تحية لحضرتك ولضيفك الكريم للسودان وللسادة المشاهدين. يعني دعني أنا أنقل صورة مغايرة لوجهة النظر هذه. أعتقد أن إثيوبيا الآن دولة مأزومة في أضعف حالاتها، دولة على شفا التفكك. الجيش الإثيوبي نفسه أثبت أنه جيش غير نظامي، جيش فاشل. شفنا الأسرى في منطقة التجري الحقيقة منظر مهين ومخزي للغاية. هو طبعا علي أحمد قال إن إحنا انسحاب استراتيجي علشان في تهديدات في أماكن أخرى. طبعا هذا كلام لا يعقد، لأن الانسحاب انسحاب تكتيكي أو استراتيجي ما يتركش 9000 أسرى بقى خلفه يعني. الدولة مأزومة مفككة،
لا سيما بعد تصريح القائد التجريبي اللي هو جبر ميكائيل في اخباره مع نيويورك تايمز. يعني هو قال كلام خطير جدا، قال ان هو بعد الان اصبح بقاء التجري في مع سوريا محل شك. طبعا تصريح خطير جدا، يعني معناه ان الدوله على الشفا التفكك والانهيار. هناك عداء الان اصبح داميا بين التجري وبين الحكومه المركزيه وبين الانهار. ومن ثم فيعني الوضع كله على شفا الانهيار. ابي احمد قال في امام البرلمان انه مستعد لحشد مليون جندي وتدريبهم. طبعا هذا كلام طبعا ايضا يعني يعبر عن سذاجه عسكريه، انه ليس بالحشد، ليس بالعدد الجنود. يعني احنا شفنا الجنود كلهم يعني اسروا، كذلك ماذا ستفعل الجنود المشاه امام مثلا طيارات حديثا، طيارات الرافال والسخوي والميج وكذلك يعني المدرعات والطيارات الاباتشي مثلا يعني المصريه، ماذا سيفعل المشاه امام الاباتشي؟ فيعني هو يعني الوضع كله بيعكس يعني سذاجه سياسيه كبيره جدا. وكذلك هذه يعني الديفيانت، يعني ممكن يعني تسميته بانه يعني بيطلق تصريحات عنتريه ها من اثيوبيا، يعني ايضا يعني علامه يائسه. يعني هو الرجل على شفا الانهيار ومن ثم فلا يمكن امامه سوى ان يطلق هذه التصريحات. يعني هو يهرب من الوضع الداخلي ومن وضعه المأزوم ومن الوضع السياسي والعسكري، ويهرب باتجاه فرض النهضه، يهرب باتجاه تصريحات فارغه من مضمونها. يعني كذلك هو كما الدوله هي فاشله عسكريا وفاشله اجتماعيا، هي فاشله هندسيا كذلك. يعني حتى الان لن يستطيعوا كذلك تعليه الممر الاوسط كما كان مقرر له، ان هو 500 حاجه 97 متر، الان 573 متر، يعني هم عجزون عن تعليه في 20 متر قصور. يعني هو حتى الان لا يستطيع كذلك من ال 13 مليار اللي هو قال عليهم، بكثير راح يبني 4 مليار. يعني هو ملأ 4 مليار قبل كده ومرر مليار علشان يعني عمليه تكثيف الممر الاوسط لتعليته. يعني هو بكثير حامل 7 8 مليار مكعب، وهذا لا يشكل خطر على مصر. فاعتقد الان مصر والسودان في موقع قوه. الان الحشود العسكريه المصريه السودانيه الان في اللي هي كتيبه النخبه ثلاث ساعات موجوده، في كتيبه دفاع جوي في قاعده مروي، كذلك في قوات المشاه بالاضافه الى القوات الجويه الموجوده في قاعده برليس. طيب. اعتقد الان التوجه الان يعني على سبيل المثال مسار التفاوض، مسار مجلس الامن يمشي كما يمشي، لكن اعتقد بالعكس مصر الان في وضع مرتاح للغايه بسبب هذا التفكك. والان مصر اصبح لديها حلول اضافيه، حلول سياسيه. الان مصر والسودان يستطيعان التحدث الى جبر ميكائيل اللي هو قائد التجري وعمل اتفاقات معه، بالنظر كذلك الى ان منطقه بني شنقول اللي هي عليها السد. طيب. هي ايضا منطقه معاديه للحكومه المركزيه. نعم. من ثم فالشمال الاثيوبي كله تستطيع مصر والسودان التحاور معه واجراء اتفاق معين، بالاضافه ان الدستور الفدرالي الاثيوبي نفسه بيسمح بحق تقرير المصير للاقاليم الفدراليه. يعني يمكن لمصر والسودان ان يشجعان عمليه انفصال وحق تقرير المصير. طيب.